معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري صاحب شركة إيديكو للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم لها. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. إيديكو للعقارات أفضل الاختيارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تحيا مصر، واللي بنسلط فيه الضوء على الشخصيات المهمة في مجال الفن والسياسة والاقتصاد والقطاع العقاري. النهاردة بنستكمل سلسلة حلقاتنا المميزة مع مستشارك العقاري المهندس عيد عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديكو العقارات والخبير والمستشار العقاري المميز وأكبر شركة عقارية في مدينة 6 أكتوبر. شرفتنا يا باشمهندس. أهلا وسهلا أستاذ عصام. أهلا بحضرتك. النهاردة كنا النهاردة حلقتنا هنقسمها لشقين. الشق الأول اللي هو موضوع تسليم أراضي بيت الوطن في مدينة 6 أكتوبر اللي أنا مرحلة تكملها الخمسة اللي هو العاملين اللي مختربين بالخارج، وإن شاء الله الجزء الثاني هنتكلم فيه عن القطع المميزة في الحي التاسع، تسليم الأراضي والقطع المميزة في الحي التاسع. كنا عايزين ناخد فكرة الأول عن تسليم أراضي بيت الوطن في مدينة 6 أكتوبر. هو طبعا أولا بيت الوطن ده بيتقدم عليه من بره مصر، تمام، من الخارج، تمام، استثمار كويس، تمام، هو بيبقى بالدولار، تمام. طبعا بعد كده في عندنا برضو موضوع عاوزين نتكلم فيه، ازاي تشتري ارض، ازاي بيتقدم لها يا باشمهندس بيت الوطن ده، ازاي بتحجز من بره مصر، بتحجز من بره الكتروني يعني ولا الكتروني اونلاين؟ طب والدفع اونلاين برضو؟ كله الدفع برضو من هناك، كل حاجه بالدولار، والدفع من هناك وبيتحول على حسابك في البنك. حضرتك جاب لنا جدول بتسليم اراضي بيت، هنشوف دلوقتي الجدول مع فيديو حضرتك هتشرح لنا على الشاشه للزوم على عرضه. كنا عايزين نتكلم المساحات قد ايه في اراضي بيت الوطن. هو المساحات بتبدا من 500 متر، تمام، بتوصل لغايه 800 متر. 500 ل 800، بس المتوسط 600 يعني. اغلبيه سعر المتر يعني يتراوح بكام؟ احنا حاليا دلوقتي قبل الفاصل هنتكلم على بيت الوطن التكميليه الخامسه، تمام، اللي هي جنب التوسعات الشماليه، تمام. الارض الفيديو جاهز هيتعرض على الشاشه دلوقتي، تمام، وانا جايب جدول الاستلام، تمام، مواعيد الاستلام اللي منزلها الوزاره. الفيديو معايا على الشاشه اهو. تمام، خلي الصوت. الشارع الرئيسي اتركبت فيه الكهرباء، وجينا دلوقتي بنكمل لان الحلقه دي الكامله هتبقى ده الحي التاسع، الاراضي اللي هي بتتسلم. فدلوقتي اهو ادي الحي التاسع زي ما انتم شايفين، المرافق موجوده واحنا كنا صورناه، بس احنا حابين نصور. ماشي غلط الباقي الثاني بعد. زي ما انتم شايفين ادي العماير اهي بداوا يشتغلوا في العماير، والناحيه الثانيه برضو شغالين في الارض وخمسه عند الاهالي، وادي الناحيه دي اللي هي ايه الارض وثلاثه قدام عمارات البنك. يا جماعه الاوفرات وصلت في الارض وثلاثه متوسط من 1.25 مليون فيما فوق حسب التميز، والارض وخمسه من 1.75 مليون حسب نسبه التميز. والسلام عليكم ورحمه الله. طيب كنا عايزين نتكلم عن موضوع الاراضي، تسليم الاراضي للحي التاسع، الارض المميزه القطع المميزه في الحي التاسع. كنا عايزين نعرف كم قطعه اللي حضرتك شرحتها في الفيديو. هو طبعا الحي التاسع نزل كذا مرحله، المهم متوسط الاراضي اللي كلها نزلت 355 قطعة. 355 قطعة. فيها الأرض وثلاثة. هو الجدول اللي حضرتك جبته لنا هيدوه الزوم على الشاشة دلوقتي، اللي هو تسليم الأراضي للحي التاسع. ده الاستلامات. اللي منزلها الوزارة. تمام. كم قطعة قلنا يا باشمهندس؟ 355 قطعة، فيهم أرض وثلاثة وفيهم أرض وخمسة. المتر بقى بكام؟ المتر نزل في 2018. متوسطه 10,000. متوسطه 10,000. 10,000. لان طب والبناء، والبناء يا باشمهندس على كام متر؟ ما احنا عندنا على فكره يا استاذ عصام ارضي وثلاثه. الجدول معانا على الشاشه هنشوفه دلوقتي. ارضي وثلاثه. اشرحوا لنا كده يا باشمهندس. بص، هو دلوقتي الجدول ده نازل يعني موجود، بيسلموا حاليا الارض. تمام. وكمان في ناس استلمت وطلعت رخص وبنت. اللي عاوز الجدول يبعت على الواتس.
تمام. على اي رقم من الارقام بتاعتنا ابعت لك جدول يشوفه بالتفصيل. تمام. كنا عايزين نعرف ايه دور شركه ايدوك؟ يعني انت يا باشمهندس جايب لي فيديوهات وجايب لي صور، ايه فين انت؟ فين انت؟ طيب فين يعني الناس عايزه تشتري اراضي هتشتري؟ يعني حضرتك المفروض يكون عندك برضه اراضي بتتباع. ما انا طبعا هو شغلتي الاساسيه تسويق عقاري. طيب تسويق عقاري انت جايب لنا بتتعب نفسك بتصور فيديو، طب فين شغل الشركه بتاعت ايدوك؟ احنا المفروض عندكم انتوا اراضي بتتباع عشان الناس تعرف. استاذ عصام بنعرض تليفوناتنا على اساس اللي عاوز اي حاجه في الاراضي في 6 اكتوبر تمام. يكلمنا. احنا عندنا عامه حاليا في الارض وثلاثه حته ناصيه 740 متر تمام على جنينه تمام. مطلوب فيها مليون يعني مليون ونص اوفر تمام، وبيبقى مدفوع حوالي 75,000 دولار. 75,000 دولار. بنحسب الدولار بقى، ودي خالصه كل الاجراءات بقى متوثقه مثلا في الجهاز مدينه 6 اكتوبر وكل اجراءات امنه يعني. كل اجراءاتنا احنا ماشيه قانونيه تبع جهاز مدينه 6 اكتوبر تمام. مفيش اي حاجه غير كله تبع الجهاز تمام. مفيش اي مشكله عندنا احنا غير اي مكان خالص، مفيش فيه اي حاجه تمام. طب كنا بنتكلم على يا باشمهندس، كنا دي بالنسبه اللي هو اللي عند حضرتك، في قطع تانية ممكن بعد تتباع غير الارض اللي حضرتك قلت عليها دي؟ يا فندم، انا مثلا دي اللي انا بقول لك 740 متر ومصر على في مين. حاجه تانية غيرها مثلا في الارض وخمسه في اكتر من 20 قطعة موجودين. متوسط الاوفرات مليون و 2 مليون 2 مليون الارضي وخمسة 2 مليون ومدفوع حوالي متوسط برضو 85,000 دولار. 85,000 دولار او بنحسب الدولار بسعر اليوم ب 15 جنيه تقريبا الدولار و 60 قرش 15 جنيه و 60 قرش معناها 62 قرش الدولار، يعني احنا بنحسب بسعر اليوم بسعر اليوم كل الفلوس بتدفع بالمصري بسعر اليوم. طيب في جزئيه برضو على اساس ازاي الناس تشتري بيت الوطن، لان ما فيش غير الايميل والورقه اللي هي نازله فيها الارض والمساحه والقطعه والاجمالي واللي اتدفع كام تمام. هي الارض دي الورقه دي بس اللي مكتوبه فيها تفاصيل الارض وبيبقى بالايميل والرقم السري بس، ادي البيع الورق اللي مطلوب في الارض، لان العجز بره من بره مصر فهو كل اللي بيبقى معاه العجز بالايميل والرقم السري والورقه اللي فيها تفاصيل الارض تمام. احنا جالنا شكاوى، كنا نبهنا اكتر من حلقه على موضوع الرخصه العقاريه في مدينه حدائق 6 اكتوبر، كنا عايزين نعرف ايه الموضوع ده، ايه تفاصيله وليه الناس برضو احنا نبهنا في اكتر من حلقه على الموضوع ده، برضو الموضوع ما اتحلش. هو احنا الظاهر ايه المشكله حضرتك وليه ما بتحلش؟ هو موضوع الشهر العقاري الجهاز والشهر العقاري تمام. الشهر العقاري بيقول لي هات لي ورقه من الجهاز اللي هي تثبت اللي هي مش اسكان اجتماعي تمام، ودي اتكلمنا فيها مره. احنا اتكلمنا قلنا المفروض يا جماعه ده ينزل على السيستم، الموظفين الساده مثلا رؤساء مجالس الادارات ورؤساء الاقسام ينزلوا الموظفين يقول له عندك الحته دي مثلا مش اسكان اجتماعي يبقى فاهم اوتوماتيك على السيستم يعني من غير ما يساله. يا استاذ عصام احنا اكتر من 7-8 حالات اشرنا للكلام ده. يا استاذ عصام ده مكتوب في محضر الاستلام ومكتوب في جواب التخصيص اسكان مميز تمام، مش محتاج اسوق مميز هيبقى اجتماعي ازاي؟ ما مش عارف. طب في مشكله كبرى اكتر من عميل ومستثمر كلمونا فيها واتكلموا، احنا عاوزين نشجع الاستثمار، احنا عاوزين الدنيا ندخل عمله صعبه، ده اهم مصادر الدخل القوم في مصر هي العمله الصعبه، هي الاراضي من بره. الاراضي هي اللي تمام، المقاولات والاراضي هي اللي شغاله، هي احنا بنوجه نداء للساده المسؤولين خاصه في مدينه جهاز حدائق اكتوبر، جهاز حدائق اكتوبر الجديده، جهاز حدائق اكتوبر، يا ريت تنتبهوا للمشكله دي ويحلوها يا فندم. ده كمان في مشكله كبرى، ده بقى ما يطلعش شهاده البيع كمان، يعني دلوقتي الشهر العقاري طبعا مش من حقه اللي هو يقول لك هات شهاده اللي هي مش اسكان اجتماعي، لان زي ما قلنا هو بيعرف يقرا مكتوب اسكان مميز تمام، ماشي مش من حقه يقول هات شهاده. طب اوكي راح المواطن يجيب شهاده من جهاز حدائق اكتوبر يقول له لا ما عنديش شهاده بيع تمام، عندي شهاده اداره. طب ازاي؟ ما انت كاتب لي في كراسه الشروط ان الارض دي تتباع بتوكيلات وتتسلم بتوكيلات وارض مميزه وسعرها عالي مش مدعمه. فدلوقتي قول لي بقى يعني الحل ايه؟ دلوقتي انا عاوز الحل الساده المسؤولين يتدخلوا، الحل يا باشمهندس عيد الساده المسؤولين يتدخلوا وينزلوا زي منشور كده على الساده الموظفين، يا جماعه الاسكان الاجتماعي كذا والاراضي المميزه كذا، عشان الناس برضه ما تعبش قلبنا كل يوم نقول الكلام ده ونفس المشكله شغاله برضه. ما بيطلعش شهاده البيع كمان. ماشي انا اوكي دلوقتي مغلوب على امري تمام، رايح ابيع قطعه ارض او اشتري قطعه ارض مميزه يبقى ازاي اسكان اجتماعي وهي مميزه؟ يعني المفروض بالعقل كده مميزه العاملين بالخارج اللي هي بالدولار يقول لي روح، يعني هيبقى بالدولار واسكان اجتماعي اوتوماتيك بالدولار يا جماعه، لازم تكون مميزه يعني، ده حاجه طيب. بالمنطق خلاص اوكي
انا دلوقتي راجل رحت شهر العقاري قال لي هات لي شهاده من الجهاز المفروض اتوجه ليه جهاز حدايا اكتوبر تمام. طب انا عاوز شهاده تمام. علشان ابيع الارض تمام. بتاعتي المميزه طب يقول لا ما فيش شهاده بيع. نستاذنك يا باشمهندس نطلع فاصل ونرجع تاني اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل الحلقه مع حضراتكم مره تانية. معاكم عيد عبد الهادي مستشارك العقاري صاحب شركة إيدكول للعقارات. الشركة متخصصة في بيع وشراء الأراضي والمصانع والحزم الأرضي. تابعونا على قناتنا على اليوتيوب. إيدكول للعقارات أفضل الاختيارات. ماشي الفيديو التاني بس نزلوه بعد تمام قبل ما ارجع لا المفروض كنا نبدا عشان لو بدانا مش هيجيبوه انا هطلع عليها كلام تاني معاهم. طب ده كلام ايه ده؟ هما جايبين حاجه تانيه غير البرنامج؟ برامج تانية في الحلقة. اشارات لبرامج تانية في الحلقة. وده من وقت اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي موجودين في بيت الوطن التكميليه الخامسه اللي هي في التوسعات الشماليه. احنا طبعا بنصور الارض على ارض الواقع عادي المجاري وطبعا شالوا الاتربه والشارع ركبوا الكهرباء ركبه اهي وادي زي ما انتم شايفين كده الشارع كله اعمده الكهرباء ركبه والشارع مرصوف وشغال. فطبعا يعني احنا مكان على ارض الواقع وادي ال 276 طبعا في ناس ارتبط وفي ناس سكنت وادي الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين كده القرارات والدنيا شغاله والاستلام حاليا شغال. يا جماعه والله المنطقه دي منطقه كويسه جدا. هي الاوفرات دلوقتي بدات من المليون فيما فوق مليون وربع واللي مدفوع حوالي مثلا 35 الى 40 الف دولار. المكان ده ممتاز جدا وزي ما انتم شايفين كده الاستلامات شغاله. وطبعا ان شاء الله انتظرونا كل يوم احد على قناه الصحه والجمال برنامج تحيا مصر مستشارك العقاري. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع المهندس عيد عبد الهادي مستشارك العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة إدكول عقارات. باش مهندس مشرفنا طبعا حضرتك كل حلقة. كنا عايزين نتكلم على الفيديو اللي هو بتاع استلام أراضي بيت الوطن ده. دي التكملية الخامسة التكملية الخامسة اللي هي في التوسعات الشمالية بعد الحي الثامن تمام.
طبعا دي بتبقى ارض وثلاثة، والمباني متوسط 50%. تمام، احنا في جدول حضرتك جبت لنا برضه الزملاء عرضوه دلوقتي على الشاشه، اللي هو استلام استلام الارض بيت الوطن. كنا عايزين نتكلم بيتم ازاي التقديم لارض بيت الوطن. هو التقديمات زي ما احنا قلنا اونلاين من بره مصر للعاملين. الجدول معانا على الشاشه حضرتك. طبعا الجدول ده بيوضح اللي هو منزلاه الوزاره للاستلامات. تمام. ده بيوضح الاراضي مواعيدها، كل يوم بيسلموا حوالي 15 قطعه، كل يوم اثنين. تمام. بيسلموا الحي التاسع وبيسلموا بيت الوطن التكميلية الخامسة. تمام. في حاجة برضو أنا كنت عاوز جديدة نزلت من وزارة الإسكان، عاوزين يلغوا البدروم. تمام. ويدوا مكانه إيه؟ دور رابع. يعني إحنا عندنا أرض وثلاثة. أرض وثلاثة. بدروم وأرض وثلاثة. تمام. فعاوزين يلغوا البدروم علشان الأمطار والحاجات اللي حصلت، السيول السنة السنين اللي فاتت دي. تمام. ويخلوا يديك اختياري، هو اختياري. تمام. اللي انت تلغي البدروم وتعمل دور رابع، بس مش هيبقى فيه غرف سطح، هيبقى فيه بس الاوضه بتاعه الاسانسير وشخشيخة. طب وده اقتراح ولا لا؟ ده نزل. نزل بس اختياري. اختياري لسه ده ما حدش اتكلم عليه خالص ولا حد عنده. احنا نتكلم عليه برضه الحلقات الجايه ان شاء الله برضه. هو انا الكلام ده انا قريب من فعلا من شهرين ثلاثه. تمام. وشفته حد كان منزل برضه، كان بيتكلم على حد مسؤول على حاجه زي كده. بس اتكلمت يعني، قلت كلمت الناس، قال لك صعب ازاي البدروم، لان كده كده انت هتاخد دور فوق. طيب الجراج هيعمل الردود. طب البدروم بقى مع الجراج تحت. ما هم دلوقتي هيخلوا لك الردود اللي جنب العمار الفلل او العماير ده توقف فيه العربيات. توقف فيه العربيات. اه طب بالنسبه لموضوع اراضي الوطن، اراضي بيت الوطن ده، كنا عايزين نعرف بقى سعر المتر بيتراوح بين كام؟ التكميليه دي على اساس هي نازل المتر متوسطه حوالي 4500 بالمصري. واقل قطعه كم متر؟ اقل قطعه 500 متر. طب دي يحق له البيع يا باشمهندس؟ يحق له. اسكان حضرتك فاخر. وعاملين بالخارج وبالدولار. بالدولار. بس ممكن يكون الاجهزه ليها يعني اللي بس زي ما بالدولار وهيتباع بالمصري. مش هتنفع. لا ما احنا كده كده هي بالدولار من هناك. واحنا بنحسب بالمصري هنا. احنا بنحسب يعني يحق للعاملين بالخارج ان هو ياخد مثلا ارض زي كده بالدولار ويبيعها، وبعد ما ياخدها يبيعها لاي حد هنا من مصر. يبيعها لاي حد عادي. شيء طبيعي. اصل اسكان فاخر. طب بالنسبه برضه الاسكان اللي هو الاجتماعي بس يا استاذ عصام اللي احنا بنتكلم عنه. اللي الاجهزه والشهر العقاري مصمم اللي كل اكتوبر اسكان اجتماعي، عشان كده اقول لك هات شهادات اللي هو مش اسكان اجتماعي. وعاوزين نحل المشكله دي عشان لا احنا ان شاء الله لا هنحل. احنا بنوجه نداء من بنوجه نداء من برنامجنا هنا للسيد رئيس جهاز مدينه حدائق اكتوبر يسمع شكوتنا للمره مليون. واكتوبر برضه والشهر العقاري بناء على كلام الباشمهندس سعيد، لان الراجل ده باشمهندس سعيد طبعا شركه عقارات، شركه ادكو العقارات 20 سنه في مجال العقارات، وطبعا خبره كبيره، واكيد المشاكل دي كلها مر بيها، ونرجو من الساده المسؤولين ينتبهوا للمشكله دي ويحلوها. باشمهندس سعيد برضه في حاجه. احنا عاوزين ننشط الاستثمار، عاوزين نمشي الدنيا، عاوزين الناس تشتغل، عاوزين اللي بيبيع يبيع واللي بيبني يبني. عجلة التنمية تدور، الدنيا تتحرك. احنا عاوزين نتحرك. يعني ازاي احنا عاوزين نمشي الدنيا ويجي موظف الجهاز او موظف الشهر العقاري مش يوقف داري يوقف كل حاجة. مش داري بالقوانين اللي موجودة، ويجي يقول لك روح هات لي شهادة ايه اللي انا اروح اجيبها. احنا يا فندم وجهنا النداء للسادة المسؤولين، وطبعا هم طبعا اكيد سامعيننا دلوقتي وهينتبهوا ان شاء الله يحلوا لنا المشكله دي في اقرب وقت. حضرتك بتنزل برضه تصور في اراضي بيت الوطن وكده، كنا عايزين نعرف الشركه عند حضرتك برضه يعني مفيش اراضي تطرحها برضه بالنسبه لبيت الوطن كده؟ هو احنا حضرتك عندنا يعني متخصصين في الاراضي عامه كلها المميزه. لا انا بتكلم في قطع اراضي خاصه بيت الوطن عند حضرتك في الشركه مثلا، عايزين بتتباع مثلا، حد عايز ممكن حد يشتريها وكده. عندنا في التكميليه. في التكميليه كم الخمسة. كم قطعه مثلا؟ يعني ممكن يكونوا معروض حوالي مثلا 5-6 قطع برضه. مع الاراضي قلت في اكتوبر. قلت عشان كده احنا دخلنا على الاراضي. سعر القطعه كام يا باشمهندس؟ يعني مثلا لو حد سالني مثلا، قال لي مثلا انتوا بتطلعوا على التلفزيون مثلا، انا عايز اشتري حلقه، عايز اشتري مثلا قطعه ارض عند باشمهندس سعيد في 6 اكتوبر، كنت عايز اعرف، الناس عايزه تعرف برضو ايه الاراضي اللي حضرتك بتباعها. استاذ تعالى اتدرب. احنا عندنا في الشركه طلعوا يجي 20 مكتب من عندنا، كل شبه يعني يجي يتعلم الشغل ويقعد. لا احنا وبعد كده يطلع. انا مش بتكلم دلوقتي كمذيع في برنامج تحيا مصر، انا بتكلم دلوقتي كواحد مشاهد بتفرج على البرنامج. بقول شركه ادكو عندها اراضي ايه ممكن انا اشتريها منها في موضوع ارض بيت الوطن. عايز مثلا تقول لي مثلا عندي مثلا كم قطعه ارض، وكل قطعه ارض مساحتها قد ايه،
والمساحه مثلا كام متر والسعر قد ايه وباقي كام. ما هو المساحات اللي موجوده في التكميليه الخمسه دي بتبقى متوسط من 500-550-600 تمام ماشي. المدفوع حوالي 40,000 دولار. 40,000 دولار المدفوع الدفعه الاولانيه تمام. بعد كده بيتقسط البيع على 5 سنين. على 5 سنين بيدفع اوفر دلوقتي بقى مثلا القطعه في حدود 1.25 مليون. مليون وربع. طب حضراتكم يا باشمهندس انتوا بتخلصوا كل الاجراءات مع الجهاز؟ يا فندم كل احنا طبعا بنخلص التوكيلات والعقود والورق وكل حاجه تمام قبل كمان ما العميل يجي. مجرد ما يعرض قطعه الارض احنا بنبقى عارفين تفاصيلها وعارفين اللي هي باسمه وبنكشف عندنا كشوفات الاسامي يعني العميل بيجي الجهاز الصبح بنخش على الكمبيوتر تمام بيطمن ان الارض باسمه ما فيش عليها اي مشكله بس تمام. كنا بنتكلم على موضوع الرخصه العقاريه اللي حضرتك برضو بتقول لنا عليها في مدينه حدائق 6 اكتوبر الشهاده العقاريه. الشهاده العقاريه كنا عايزين نعرف برضو ايه المشكله اللي واجهتكم وانتم بتطلعوها كشركه. هو يا فندم مش احنا بس دي اكتوبر كلها تمام. انت دلوقتي بتقول لي هات لي ورقه اللي هي مش اسكان اجتماعي والورقه مكتوب فيه ده اسكان مميز. خلاص انا مغلوب على امري وعاوز اخلص شغلي اروح جهاز حدائق. الحل في ايد مين؟ اروح جهاز الجهاز اقول له اديني الشهاده عشان اروح بيها للشهر العقاري علشان ابيع الارض بتاعتي. يقول لي لا ما فيش شهاده بيع. طب ما كده بيوقف عجله التنميه في البيع. ما هو ما احنا بنتكلم على كده يعني احنا بنعمل فيديوهات وبنروح نصور. طب الحل عند مين يا باشمهندس؟ انت شايف الحل عند في القصه دي كلها الحل عند مين؟ الشهر العقاري والجهاز. الشهر العقاري في مدينه 6 اكتوبر وجهاز مدينه 6 اكتوبر هم المفروض يحلوا المشكله دي. هي المشكله تتحل لان انا لو رحت الشهر العقاري بديله الورق بيشوف الورق ارض مميزه اتفضل حضرتك الاجراءات تمشي طبيعي. لا مش عاجب الموظف اللي موجود لا مش عارف روح هات لي كلمه روح هات لي دي روح هات لي بتطفشه ما عادش هيجي خلاص بقى شغل بيبيع بيبوظ بكبر دماغه والمستثمرين بيطفشوا يا فندم. احنا دلوقتي بنعمل برنامج بنجيب اللي في السعوديه بنجيب اللي في الكويت بندي فكره للناس كلها عن الاراضي في ناس على فكره اتصلت بقى. انا حضرتك قلت لي في ناس اتصلت بالسعوديه من السعوديه شافت حلقه البرنامج اتصلت بحضرتك بالسعوديه بيقولوا فعلا احنا بنستفاد احنا مش لاقيين حد نسال نبيع ازاي نقدم ازاي نشتري ازاي نستثمر ازاي. احنا بنوجه نداء لرئيس جهاز مدينه 6 اكتوبر ورئيس جهاز مدينه حدائق اكتوبر يا ريت يا جماعه تحلوا لنا المشكله دي والشهر العقاري عشان الناس تقدر تبيع وتشتري. يعني عايزين عجله التنميه تدور مش عايزين نقف. ويا ريت الساده الموظفين برضو ينزلوا منشور بالكلام ده يتقال لهم مثلا اي اراضي مثلا اسكان اجتماعي ما فيش حاجه اسمها هات لي ورقه تثبت انها مش اسكان اجتماعي. ده اراضي الاستلام هو راجل ارض بالدولار هتبقى زي اسكان اجتماعي يعني ارض بالدولار هتبقى زي اسكان اجتماعي وارض مميزه ارض ب2 مليون تمام. باشمهندس سعيد كنا عايزين نعرف يعني حضرتك حلقات حضرتك مميزه وللاسف في الوقت داهمنا قدامنا دقيقه في الوقت كنا عايزين نعرف يعني الساده المشاهدين دايما احنا عودناهم ان احنا بنقول لهم هنعمل لكم ايه في الحلقه الجايه عشان انتظرونا. ما احنا الحلقه الجايه ان شاء الله نناقش ايه في الحلقه الجايه. طبعا احنا هنخش على اكتوبر الجديده اللي عند المطار تمام وكنا جبنا حلقه عن حدائق اكتوبر فهنكمل الجزء اللي هو ناحيه المطار وحدائق اكتوبر ان شاء الله واكتوبر الجديد الاسعار والاستلام ومواعيد الاستلام وهنروح نصور الواقع اللي موجود علشان احنا بنحب نجيب الواقع تمام ارض الواقع. باشمهندس سعيد رئيس مجلس اداره شركه ادكو العقارات ومستشارك العقاري المميز ويعني الشركه بتقدم اكبر خدمه عقاريه في 6 اكتوبر شرفتنا يا باشمهندس. اهلا وسهلا وان شاء الله نشوف حضرتك الحد الجاي في نفس الميعاد ان شاء الله. الله شرفتنا يا باشمهندس. الله يخليك يا استاذ عصام. اعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا النهارده من برنامج تحيا مصر وانتظرونا في الحلقه القادمه مع المهندس سعيد عبد الهادي رئيس مجلس اداره شركه ادكو العقارات والخبير العقاري المميز ونتكلم عن مدينه اكتوبر الجديده. وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.